صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يذكر بعض شراح الحديث كلمة الشارع ويقصدون بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الإطلاق صحيح؟ نعم، الشارع هو الرسول بإذن الله جل وعلا، الله أذن له في ذلك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول: قد يراد بالشارع الله جل وعلا، كلمة الشارع مجملة، قد بها الله قد يراد بها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.